دي تمهيد انه هيعطي النور للعينين، زي ما قال السيد المسيح قبل كده سراج الجسد هو العين، فهو تمهيد انه هيشفي هذا المريض. فقال لهم انا النور الحقيقي، انا هشفيه، هو مش مشكلة ان هو لا يرى النور، لكن انا النور الحقيقي اللي جوه القلب، مش مهم النور الخارجي، لكن مهم النور الداخلي. وياما ناس ليست لهم البصر الخارجي، لكن عندهم البصيرة الروحية الداخلية النقية. والعكس، ربما ناس عندهم نظر 6/6 في عينيهم، لكن ما عندهمش بصيرة داخلية. وفي ملحوظة مهمة قوي، ان السيد المسيح هو الذي سعى الى هذا المريض. في مرات كثيرة كان المريض او الاعمى او المحتاج يسعى وراء المسيح ويطلب منه، لكن المرة دي المسيح رايح بنفسه ويقابل هذا الاعمى لكي يشفيه. لما توصل حياتنا الروحية للعمى الروحي الكامل الذي لا يوجد فيه إنارة داخلية داخلنا، نحتاج بصلوات الآخرين وبصلواتنا نحن أن المسيح يتدخل لكي ينقذنا. مفيش قوة خارجية تقدر تأثر فينا قد قوة المسيح نتيجة وتغير حياتنا. لما نوصل إلى العمى الكامل، إلى البعد الكامل عن الله. وعندنا أمثلة كثيرة لآباء في الكنيسة زي القديس أغسطينوس، بعد جدا عن ربنا، احتاج إن ربنا يتدخل بنفسه ويسعى إليه لكي ينقذه. هو النور الحقيقي. وبعدين قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى. ده يعني عملية خلقة جديدة، زي ما ربنا خلق آدم من التراب ونفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية، هكذا في العينين خلقة المسيح الخالق. تفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى. طب ده لما واحد يجي يكون عنده مرض في عينيه، عايز او يعني وسخة في عينيه وعايز يشفى ينظفها الاول، ده كده بيحط الطين. هي الخلقة، الله بيخلق عينين جديدين. وبعدين قال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل. مرسل لانه المية التي كانت في البركة مرسلة من نبع آخر. يعني إيه؟ يعني هذا الماء الذي تغتسل فيه مش ماء طبيعي، ده جاي من نبع نقي آخر، نبع الروح القدس، نبع الإيمان الذي ينير الإنسان.